طب ايه رايكم نعمل بيتزا صحيه جدا جدا جدا؟ مش كده وبس، احنا نعمل قواعد البيتزا، ممكن نشيلها في الفريزر، نطلعها وقت ما احنا عايزين نحطها ونعمل بيتزا سريعه جدا. عجبتكم الفكره؟ طب تعالوا اقول لكم بقى هنعمل ايه. هعمل بيتزا يا جماعه بالشوفان، بس عايزه اقول لكم هسوي طعم الشوفان هيبقى تحفه ومش باين خالص. محتاجه ايه؟ 3 ارباع كوبايه دقيق شوفان. دي الشوفان ده يعني بنشتريه، دي شوفان خالص. انت بتجيبي الشوفان العادي حبه كامله وتروحي طحناه عندك في الكبه. اتفقنا؟ اتفقنا. رشه ملح يا ست الكل، كوبايه ميه سخنه، واتكي على كوبايه ميه سخنه دي مره واثنين وثلاثه، الكاتل بتاعك يبقى شغال وكوبايه ميه سخنه. تمام. صلصه بيتزا عاديه جدا جدا زي اي بيتزا في الدنيا. عباره عن ايه؟ عباره عن بعملها صلصه على كاتشب، توم بودره، بصل بودره، ملح وفلفل اسود وزعتر جاف. طبعا صلصه البيتزا دي انا اعتمدتها بقالي قد كده، صح؟ عباره عن ايه؟ صلصه وكاتشب وتوم بودره وبصل بودره وملح وفلفل اسود وزعتر جاف وزيت زيتون. اي بقى اضافاتك دي بتاعتك. عمر ما كان الموتزاريلا محروق، يعني ممنوعه في الدايت، وانا قلت لكم قبل كده ان هم عملوا دراسه هقولها لكم بعد ما اخلص المقادير. وزعتر جاف، وهحط عليها بقى ايه على الوش؟ طماطم شيري، ريحان مثلا لو موجود، فلفل الوان، زيت زيتون، حلقات اللي عندك حطي. عايزه بقى تحطي مثلا صدور فراخ مشويه تبقى تحفه، شويه لحمه مفرومه هتبقى خطيره، اي حاجه ممكن، مشروم يا سلام تحفه. اتفقنا؟ الحشوه بتاعتك، صلصه البيتزا بتاعتي دي اساسيه. ماشي. القاعده اللي هنعملها النهارده، قواعد البيتزا اللي هقول لك ان انت تحفظيها عندك في الفريزر وتطلعيها وقت ما انت تكوني عايزه تاكلي بيتزا، برده سهله جدا جدا. طيب اول حاجه هعمل ايه؟ هروح جايبه البول عندي اهي، واروح حاطه فيها، او الخلاط طبعا، يعني ممكن تسهلي على نفسك كل ده وتحطي ايه في الخلاط. ادي الثلاث ارباع كوبايه عندي، محتاجه عليها ايه؟ كوبايه ميه سخنه. عايزه ثانيه واحده، كوبايه ميه سخنه اهي، اروح حطاها عليها، يبقى 3 ارباع كوبايه دقيق عليهم كوبايه ميه سخنه، وقبلها اروح حاطه رشه ايه؟ الملح. وعندي الهاند بلندر اهو، هنزل كوبايه الميه السخنه واعمل كده. تمام. انا عندي هنا عامله ايه؟ تعالوا نحط تاني، هوريكم القوام اللي انا عايزه اوصله. عايزاها لا تكون خفيفة ولا تكون تقيلة، مهم جدا المية عندي تكون سخنة، علشان كده انا ايه زي ما تقولوا بسوي عندي شوفان. بس كده. انا هنا يا جماعة ليه حطيت اكتر من كوبايه ميه سخنه؟ لان انا هنا عامله مقدارين، يعني المقدار الواحد 3 ارباع كوبايه شوفان، انا عامله هنا كوبايه ونص شوفان، فبالتالي احتجت كوبايتين ايه؟ ميه سخنه. طيب هروح جايبه الفرشه بتاعتي وحاطه نقطه زيت بسيطه جدا جدا، وموزعاها، مهم جدا اوزعها بايه؟ بالفرشه. طب لو ما عندكيش فرشه، بصي بقى بعمل ايه وبرده بتبقى ناجحه جدا، بروح جايبه منديل اهو، لو ما عندكيش فرشه، واروح عامله كده. بس كده حصلت على نفس النتيجه ويمكن احسن. وبعدين اروح واخده بقى الخليط اللي انا عملته ده واروح حطاه هنا. بصوا يا جماعه، الثلاث ارباع كوبايه بتعمل لي واحده كبيره،
بالمقاس ده 3/4 كوباية، عشان كده انا عملت 2. تعملي واحده كبيره بالمقاس ده اهي، واحطها كده على النار واسيبها، وهدي النار شويه. تمام اهي، تدعولي عليه بجد هيعجبكم قوي. طيب لحد ما تستوي هناخد صلصه البيتزا نعملها، مش كده وبس، كمان هناخد تليفون لست الكل. حبيبتي ازيك؟ حبيبه قلبي ازيك؟ عامله ايه؟ وحشاني يا قلبي، عامله ايه؟ انتي كمان يا حبيبتي، اخبارك وصحتك؟ يا رب الحمد لله يا حبيبتي، نحمد ربنا الحمد حبيبتي لله. يا رب دايما سامعين صوتك بكل خير. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. انا النهارده عايزه اقول لك بجد تسلم ايدك على كل حاجه حبيبتي، وعايزه اقول لك انا عن نفسي اتعلمت منك حاجات كتير قوي. نهار ابيض على طول. بس عايزه اقول لك انه مفيش حد بيتولد بيتعلم كل حاجه حبيبتي، كلنا ولا متعلم طبعاً حاجه، بس انا بتعلم منكم كتير وربنا يعلم. وده مش كلام يا حبيبتي، لكن انا عايزه اقول لك اللي مش عايز يتفرج، يعني اقول لك ايه، كم قنوات طبخ ما يتفرجش. بس عايزه اقول لك فعلا الرز اليومين دول مش حلو خالص خالص، في انواع فعلا كده وخلاص بقينا بنعرفها. وحش 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 وفعلا بيبوظ لنا الاكل. يعني في اكلات كتير بتبوظ مننا بسبب الرز حبيبتي، ما يجيش على بس برضه هناكلها. بصي يعني اكم انت علمتينا قد ايه، وصفاتك قد ايه على مدى السنين دي كلها، ما تجيش على حاجة واحدة بس بقى وهنمسك فيها. ربنا يخليكي. لا ربنا يبارك لك على كل حاجة بتعمليها يا حبيبتي. ربنا يخليكي من قلبي، على من قلبي. تعليمك. يعني موضوع الفرشة ده، منديل المطبخ بيغني عن الفرشة. معلوماتك حلوة جدا ربنا جدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، كلنا بنتعلم منك. انت بس بتحبيني بس. لا لا والله اقسم لك بالله، انا يعني صفات كتير قوي، لكن انا اللي قلتها لك قبل كده اللي بتعلم منه انا بتابعه. يعني انت شيف عظيمة، شيف قدري الله يرحمه. الله يرحمه. والله في حاجات كتير ضفالنا. يا انا بقولك انت من صفات الجمال اللي ما بتخبيش حاجة بجد. ربنا يبارك لك وتسلم فعلا مامتك على تربيتك الجميله حبيبتي. ربنا يخليكي لينا ودايما منوره مكانك، ودايما منورانا، ودايما يا رب كده اكلاتك الجميله دايما منفذينها، وبندعي لك دايما والله يا فيزا حبيبتي. وانا كمان يا حبيبتي والله انت عارفه بحبك قد ايه، وربنا يخليكي. وانا كمان يخليك. والله وبحب قناتك انت دي، ربنا يخليكوا كلكم دي بيت لينا. العيله كلها مجمعينا فعلا، لمنتينا فعلا بيت العيله حبيبتي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، وسلامي لكل كرول برنامج يا قلبي. متحرمش منك. اوعي تزعلي يا حبيبتي. لا خالص خالص. اوعي خالص حبيبتي، ربنا يخليك. متحرمش منك ابدا ابدا حبيبتي. مع الف سلامه. طب يا جماعه، عشان انا عارفه ان انتوا ايه، في ناس مش عارفه الست ام اسلام بتتكلم عن ايه. بصوا انا عايزه اوريكم بس النتيجه عشان عايزه ادخلها الفرن. بصوا بتطلع معايا عامله ازاي، بسويها من على الجنبين. بصوا عامله ازاي، ادي القواعد اهي، شايفين جمالها وطريه ازاي اهي. دي من الشوفان صافي كده، عاملاها كده اهي. شويه لما تستوي هلاقيها عملت ايه، لما استوت ثابت ما بحركهاش خالص. اول ما بتستوي بعمل كده بلاقيها ثابت من بعضها، فبفهم ان هي خلاص استوت، بروح قلبها تطلع لي كده قاعده خطيره. طب هعمل فيها ايه القاعده دي؟ هروح جايبه الفرشه اهي، واروح حط عليها الايه، صلصه البيتزا الخطيره السهله جدا. طبعا دي تنفع زي ما بقول لكم وتتحط في الفريزر، بس ما بين كل قاعده واختها لازم يكون عندي واحده ايه، استريتش راب او كيس ثلاجه عادي جدا بفتحه، ما بتنهيش، بحطها كده. طبعا يعني يفضل ان هي تتحط على طبق ونحط ايه فوقيها حاجه قدها. ادي إيه، صلصه البيتزا، زيت زيتون وصلصة وكاتشب وشوية ثوم وبودرة وملح وفلفل اسود وزعتر. طيب عليها ايه؟ عليها بقى هنا شوية فلفل الوان اهي، وشوية موتزاريلا. خلاص، شوية زيتون اهي، وقلت لكم تقدروا بقى تحطوا فراخ مشويه، تقدروا تحطوا اللي انتوا عايزينه، مشروم،
لحمه مفرومه زي ما انتوا عايزين هتطلع معاكوا تحفه. اه كنت بتكلم ان الدايت ما فيهوش حرمان ابدا، بالعكس زي ما قلت لكم ان هم عملوا دراسه لقوا ان الناس اللي بتاكل يعني عاملين دايت مع بعض، الناس اللي في النظام الغذائي بتاعها جبن او منتجات الابان لانه هم ما بيخسوش كتله عضليه، ولقوا الناس اللي ما بتاكلش منتجات الالبان بيخسوا كتله عضليه، فعشان كده لا كلوا جبن. وطبعا يعني ايه ضمن كل حاجه ضمن ايه ضمن السعرات الحراريه بتاعتكم. هنا اهي بوريكم ان هي بدات تفك وهدخل دي بقى ايه، بصوا 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 بدات تستوي ما بيجيش جنبها خالص غير لما بتسيب. تعالوا ندخل دي الفرن، ارش عليها رشه زعتر الاول لان الزعتر بينكهها نكهه خطيره بيديها لون. اه تعالوا بقى ندخلها الفرن. قولي يا ايه السكر يا مسكر، ازيك يا ايه؟ ازيك عامله ايه؟ انت عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني. وانت كمان عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله البرد عامل عليا. ليه كده بس؟ بحبك قوي انا وماما. حبيبتي ربنا يخليكي ليا انت وماما. قولي لي اكتر حاجه بتفتقديها اول ما نقول احنا هنعمل دايت. ما بعرفش اعمل دايت، انا بقلل بكاسه وبدور بكاسه. انا ايه؟ بقلل في الاكل بكاسه وبدور بكاسه. ما مستر بتقللي الاكل، ما بعرفش اعمل دايت. اه بتقللي الاكل بس. اه ما بتحرميش نفسك من حاجه. ايوه برافو عليكي، هي دي بقى الشطاره ان انا اكل كل حاجه برضو وفي نفس الوقت اكون بس مقننه في الاكل بتاعي، لكن عادي برضو اكل كل حاجه. برافو عليكي والله. انا بحب المخبوزات قوي والبيتزا. كلنا حياتي، هو جايبنا ورا غير البيتزا والمعجنات والمخبوزات؟ كلنا فعلا، يعني مش هتلاقي حد ما بيحبش البيتزا، ما تلاقيش حد ما يحبش المعجنات. كلنا بنستسهلها كده وبنحبها محشيه على كيفنا، صح؟ اه بس هي البيتزا لما عملتها في البيت قالوا لي احلى من بتاعت بره بكتير. الله الله الله، استاذه يا ناس رئيسه قسم. برافو عليكي والله، عملتيها ايه بقى؟ كنت عاملها بالجبنه الموتزاريلا والجبنه المسكنه والعجينه عليها فيها خميره وفيها ملح وسكر وزيت وزعتر. برافو عليكي برافو عليكي، واهم حاجه ما تعجنيش فيها كتير. طب هتجربي دي اللي بالشوفان ولا ايه نظامك؟ لا انا في السابق التكليل انا كنت موطيه التلفزيون وانا بره زي المره اللي فاتت، فما خدتش بالي من المقادير، اخد بالي في الاخر بقى. طيب ماشي، لازم تجربيها. ماشي هتعجبك قوي. ماشي يا حياتي، نورتيني يا ايوي، مع السلامه يا حبيبتي. وادخل الثانيه. انا كل اللي عايزاه ايه يا جماعه من الـ 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 الفرن ان هو يسيح لي الجبنه، لان انا عندي القواعد مستويه. بصوا الجبنه على طول، الفرن لازم يكون سخن جدا جدا قبل ما ادخلها، وادخلها على درجه حراره 240 ان شاء الله، والفرن يكون سخن. مش هتاخد معايا وقت خالص، انتوا هتشوفوها. اهم حاجة الفرن يكون سخن، لان انا عندي هنا دي مستوية. خلاص ايه رأيكم بقى نروح لفاصل ونرجع نكمل؟ بتهيألي شايفين قد ايه سهلة ولذيذة ومفيهاش اي حاجة. بعد الفاصل استنوا. ايه رأيكم؟ استنوا اهي. حلوة؟ حلوة القرفة دي؟ طبعا انا بسوي لسه ايه قاعدة الفيديو زي ما قلتلكم، وعلى فكرة انتوا ممكن تعملوها احجام صغيرة احجام كبيرة زي ما انتوا عايزين. تعالوا اطلع لكم اللي في الفرن عشان خلاص عندي هنا. الله اهي بيتزا خطيرة، بصوا بصوا تحفة، وعلى طول على طول عندي الموتزاريلا ساحت، متاخدش وقت خالص. الله